السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم هنتكلم على الاستفادة من الأسمدة الحيوية أو الميكروبات الحيوية في الأراضي الملحية. حلقة امبارح احنا اتكلمنا عن الأراضي اللي هي أسوأ أنواع الأراضي اللي موجودة، اللي هي الأرض الجيرية، وقلنا إن بيكون فيها كربونات الكالسيوم. الأرض الملحية بيكون فيها نسبة عالية من كربونات الصوديوم، فبالتالي كده من مفهومنا نعرف إن الكربونات في حد ذاتها مشكلة للتربة، سواء كربونات كالسيوم في الجير أو كربونات صوديوم في التربة الملحية. التربة الملحية فيها يعني موضوع كبير قوي. ليه؟ ان هي نتيجة حاجتين، لاما بفعل الانسان لاما بفعل الطبيعة. بفعل الطبيعة هي التربة اللي بيكون فيها نسبة املاح عالية، نتيجة لاما بتكون تربة رملية فبيكون الصخور اللي ناتجة منها فيها املاح عالية زي الصخور التبشيرية او الكلسية او الجيرية، المناطق القريبة من البحار والمحيطات فبالتالي بيكون الرمال اللي قريب منها برضو فيها نسبة عالية من الملح. طبيعة التربة أراضي سبخية، الأراضي السبخية ديت اللي بيكون فيها نسبة عالية جدا جدا من الأملاح. والأراضي السبخية كان عرفت معلومة من إخواننا في الدول الخليج، كانوا زمان بيجيبوا الملح من حاجتين، والله اعلم، انا يعني الموضوع ده في على مسؤوليه الراوي، لاما كانوا بيجيب مياه البحار ويجففوها وبياخدوا الملح يقشطوه ويبقى دوت الملح الطعام، او ييجوا على الارض السبخه وبتبقى عامله زي التلال الصغيره فبيقشطوا طبقات الملح اللي فوق وبي يعني زي ما بيقولوا ايه بيغسلوها عشان نقدر نستفاد بيها كملح للأكل. ده طبعا في قديم الأزل. فالنقطة التانية ان احنا بنتكلم فيها وهي ان التملح نتيجة الانسان، وده انا بعتبر الانسان في العصر الحديث من اكبر الكائنات ذات خطورة على هذا الكوكب، بأفكاره، بطموحاته المدمرة، بالاستيلاء على العالم وتدمير العالم. وامبارح قريت بحث خطير جدا جدا جدا، هو الشق الحسن اللي فيه مفيد، والشق المدمر اللي فيه اللي ما بين السطور بيبين لك ان الانسان، لا الانسان مش بيبص على تطوير ذاته، لا ده هو بيبص على تطوير ازاي نقضي على اكبر قدر ممكن من البشريه والحيوانات وهذا الكوكب، وكان في كواكب تانية احنا مستعدين ان احنا نروح ونقعد فيها، وكانها يعني ايه الكوكب الجميل. البحث دوت انا قريت فيه بيقول لك في بعض الديدان لما نيجي نقطعها بالطول او بالعرض بتنمو لدودة كاملة، وفيها كارثة ان لما عملوا الابحاث ويعودوا هذه الديدان على الاضاءة، ان الديدان ما بتحبش الاضاءة فحطوا لها اكل كان بمصدر ضوء فبدأت يبقى عندها الجراءة ان هي تروح وتاكل. لما قطعوا الديدان دي اكتر من كذا مقطع ونمت بدودة كاملة، لقوها ان هي محتفظة بالذاكرة. فبالتالي الوجه الحسن قال لك احنا عايزين نعرف بيولوجية وفسيولوجية ازاي حصل هذا النمو، ان احنا ممكن نستفاد بيه ونعمل بيه خلايا تعويضية للاجزاء المبتورة من اجزاء الانسان، ايد رجل. كل ده حلو. اللي مش حلو ان هم عايزين يعملوا نوع من انواع
الجيوش المطورة والمحدثة واللي فيها أجزاء من هذه الكائنات عشان يكون عندها القدرة على لما يحصل إصابة زي ما بنشوف دايما في الأفلام الخيال العلمي لما تضربه ويتفرتك يرجع يجدد من تاني نفسه. فأنا بلاحظ حاجة من الاتنين 100%، مش هقول 90%، 100% من الأفلام الرعب اللي احنا كنا بنتفرج عليها بقى فيها نسبة كبيرة من الحقيقة. اللي أنا بتخوف منه إن يقول لك في كائنات من البشر زي الزومبي، كائنات من المحدثين أو المطورين تبقى تسيطر على العالم. خلي بالك إن في راجل مشهور جدا على مستوى العالم إيلون، في أبحاث بيشتغل عليها إن هو عايز يعمل الذكاء الاصطناعي أو روبوتات أو أشياء مصنعة فيها خلايا بشرية وفيها عقل متحكم. تخيل إن هذه الاختراعات كان أول حاجة ليها الإنسان هو عدو الأساسي، كارثة سودة. ساعات لما نيجي نقرا في الكتب يقول لك يأجوج ومأجوج، لا ده احنا حاسين ان احنا اللي عندنا الشر اكتر من الشر اللي جاي لنا. فخلي بالك ان الانسان ده عدو نفسه وبقى اخطر كائن حي على كوكب الارض، وهو اللي هيدمر نفسه بنفسه. نرجع لمرجوعنا، فالاراضي الملحيه اتكونت نتيجه الاهداء، سوء استعمالنا للري. الري الغمر بيدي نوع من انواع التملح الشديد، الاسراف في الري بيؤدي للتملح. بعض العقول البشريه وانا لاحظتها في منطقه الفرافره وفي الوادي الجديد بيبقى عنده ارض رمليه، يروح يجيب لي ارض طفليه اللي معروف ان الارض الطفليه فيها ملح ويحطها على التربة الرملية عشان تحتفظ بالمية. يا أخي يا زكي يا أبو العريف، لو أنت كنت استعملت مادة عضوية بتمن هذه التربة المحولة، أنت جبت جرارات ولوادر وجرافة وعربيات سكسويل عشان تنقل التربة دي للملحة للتربة الرملية اللي فيها نسبة ملوحة عشان تقول لي تمسك الميه. ايه يا اخي بتمنهم، جيب ماده عضويه حطها والله هتكسب. بس هي العقول العقيمه هي اللي بتدمر لنا الدنيا. واقسم بالله شفت الموضوع دوت في الفرافره في اماكن كتير. فاحنا اللي بنعمل التملح لو احنا عايزين نعمله. طيب هنتكلم بقى على ال 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 الكائنات الدقيقه او الملقحات او الاسمده الحيويه بتعمل ايه. نقول ان احنا عندنا التربه الملحيه فيها مصيبتين، المصيبه الاولى ان هي جهدها الاسموزي سالب، والمصيبه الثانيه ان هي فيها نسبه عاليه من كربونات الصوديوم وايونات الكلوريد السامه، فبالتالي بيكون فيها ضغط عالي على جذور النبات والنبات، فبالتالي هو عايز يكون النبات جهد الاسموزي عالي عشان يقدر يمتص من هذه التربه. فبالتالي انا لما بستعمل الماده العضويه واستعمل معاها الاسمده الحيويه زي شاي الكومبوست لاكوباسيلس ليمون، وانا عمال اكرر لان التكرار يعلم الشطار، فبيحصل ايه؟ بيحصل نشاط ميكروبي. وعايز اقول لك معلومه، لو انت حضرتك عندك كميه عاليه من الاسمده العضويه الصلبه اللي هو السباخ او الكومبوست او الخليط او في التربه وحاسس ان النشاط الميكروبي بتاعك ضعيف، اعمل حاجه بسيطه، نزل 20 لتر او 20 كيلو عسل اسود او دبس ايا مكان نوعه او ملاس. ولما يجي حد يقول لي في 2023 يعني ايه معنى الكلمه دي، اقول لك لا معلش انت جاي لي من كوكب تاني، ساعدتك اكتب على الانترنت ما هو الملاس، ما هو الدبس، ما هو العسل الاسود، هتعرف سعادتك. تمام، انا بحطك على اول الطريق. فلما انت تحط الماده السكريه دي مع الميه للفدان اللي مساحته 4200 متر مربع، فبالتالي بتعمل الماده السكريه دي على تنشيط الميكروبات اللي في التربه. بس دي ليها كارثتين، الكارثه الاولى اللي هي بتنشط كل الميكروبات
الكارثه الثانيه ان هي لو التربه فيها ميكروبات ضاره زي الفيوزاريوم الريزوكتونيا البيسيوم وانواع كتيره جدا جدا من الميكروبات الضاره، فيحصل نشاط الاثنين فما بقدرش اسيطر. فبالتالي انا بنصح واقول لا، خلينا في الاسمده الحيويه والعضويه السليمه. الاسمده الحيويه بقى بتعمل ايه؟ اول حاجه بتزود من المجموع الجذري وبتديله قوه وحيويه ونشاط كبير وتفريعات في الجذور الشعريه، فبالتالي بتعدي منطقه الملح. بمعنى كلما كانت التربه مثلا، نقول التربه اهي من تحت كميه الملوحه اقل من فوق، كل لما تطلع على سطح التربه تلاقي الملح بيزيد، بدليل ان انت ساعات لما تمشي في الاراضي السبخيه بتسمع تحت اقدام رجليك قرقشه نتيجه ايه؟ تكسير طبقه الملح اللي موجوده على سطح التربه. لما انت تحفر تحت بتلاقي الملح اقل، فبالتالي المادي مجموع جذري كبير هتخترق الطبقات اللي فيها كثافه ملحيه فوق. تاني شيء، الاسمده الحيويه بتعمل على ان الضغط الاسموزي للخليه نتيجه تكوين البروتينات فيها والاحماض العضويه والاحماض الامينيه بتزود من قوه الضغط الاسموزي، فبالتالي بتخلي القدره على امتصاص الميه من التربه الملحيه ميسر شويه، لان احنا قلنا التربه الملحيه الضغط الاسموزي بتاعها سالب، فانا عايز بقى الضغط الاسموزي بتاع الجدر قوي عشان تقدر تسحب منه، ما يسحبش من النبات للتربه. خلي بالكم النقطه دي. نسبه برضو لما بيكون في اسمده حيويه كتير وبتبقى في تخصيب كويس من الاسمده الحيويه والماده العضويه بتزود من السكريات الكحوليه والكوليسترول وكثره النبات على تحمل في هذه الحاله على ملوحه التربه وملوحه الميه. وعايز اقول لك حاجه، انا جالي تهديدات من بعض الناس لما كنت اتكلمت على بعض المخصبات التجاريه، وما علينا. فانا برضو بقول ان بعض الشركات اللي بتستعمل اجهزه لمعالجه الملوحه، اقول لك كلمه، هل هذا الماء الناتج يخزن؟ يبقى انت كده تمام، لا يخزن يبقى مش تمام. نرجع لمرجوعنا بتاع الملقح الميكروبي، بيعمل على تعديل النسب بين الصوديوم والبوتاسيوم وبين المغنيسيوم والبوتاسيوم، فبالتالي بتدي قدرة على تحمل النبات على الملوحة. يبقى مختصر كلام حلقتنا اليوم شقين، ان الانسان عدو كوكب الارض باختراعاته الغير مفيدة في اغلب الاحيان، بل بالعكس هو بيدمر، تمام. النقطة التانية ان التربة الملحية فيها شقين، شق طبيعته كده وفي شك من فعل الانسان. في كلتا الحالات استعمالك ومعظمه استعمالك للاسمده الحيويه والعضويه بتعالج هذه المشكله بكل يسر. وفي نقطه، معالجه ملوحه التربه سهل، معالجه ملوحه الميه لازم 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 محطات معالجه ملوحه، فلاتر، وتفصل الملح، تفصل الملح وتطلعه في جزء معين عشان يطلع الماء الناتج ملوحته اقل، غير كده يبقى كلام عقم وفنكوش وكذب ونصب. تحياتي لكم جميعا، وحلقة بكرة مهمة جدا جدا عشان نتكلم ازاي بيحصل التحلل في التربة الرملية من الكائنات الصلبة للحاجات الميسرة. استنونا بكرة، مع السلامة.